مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر عاجل، قررت الحكومة الجزائرية رسميا سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية. وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن اليوم الثلاثاء لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية. وأضاف البلاغ الجزائرية إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها. وشددت الخارجية الجزائرية في بلاغها على أنه وباعتراف فرنسا بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء في إطار السيادة المغربية، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرها، وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي. وختمت الخارجية الجزائرية بلاغها بالقول أن الحكومة الجزائرية قررت سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري على أن يتولى مسؤولية تمثيل الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال الخارجية الجزائرية. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.